السلام عليكم مرة ثانية، بدأ تسجيل المحاضرة. محاضرتنا اليوم لجروب بي، محاضرة السادسة الجزء الثاني. المحاضرة عن جهاز الإلكتروسيرجيكال يونت. تحدثنا بالمحاضرة السابقة والمحاضرات اللي قبلها عن أجهزة الدايثيرمي. قلنا أجهزة الدايثيرمي، شنو معنى كلمة دايثيرمي أولا؟ طلاب، الصوت واضح، السؤال مو واضح. لا لا واضح استاذ. استاذ اي العلاج بالحرارة باستخدام الاشياء الحرارة هاي الحرارية، يعني كلمة الدايثيرمي نفسها هي تعبر عن الحرارة الداخلية، الحرارة الداخلية، لأن احنا نولد حرارة داخليا. فدايثيرمي الحرارة الداخلية، through heating كان معناها بالضبط. فالدايثيرمي كانت لها 3 تطبيقات أساسية. من يتذكر التطبيقات الأساسية للدايثيرمي؟ الأوفن الأوفن. بعد أو تكتب ليه والوصفة الاوفن، بالنسبة للاوفن، هل الاوفن يستعمل بالعلاج الطبيعي؟ لا دكتور لا لا دكتور، تعقيم تعقيم. تعقيم، جيد. يعني هل الاوفن من اجهزة الدايثيرمي؟ لا دكتور، اللوكس باث يمكن. محمد يقول الواكس باث يمكن. اي 129 رفعت ايدك. اوتو كليف 129 يقول الاوتوكليف. بعد دكتور هو الواكس باث هو الجهاز اللي يستخدمونه للعلاج الطبيعي بس لحد الآن، وجهاز ثاني هو بالأشعة الضوئية. شكرا، منتظر رفعت ايدك. علاج السرطان، الأورام السرطانية. شكرا، منتظر. أستاذ اعطيني الشيخ مهلة وانتظر. يستخدم بالعلاج الطبيعي؟ منتظر. 131، ايش قلت؟ الشورت ويف مو هم يستخدم بالعلاج الطبيعي؟ هو اكيد يستخدم بالعلاج الطبيعي. خلينا نشوف فد كم طالب. غفران، غفران، انا اذكر انت كنت تشاركين سابقا، او اكو غير اسم ما اتذكر. غفران، شنو استخدامات الدايثيرمي، تطبيقات الدايثيرمي؟ ذكرنا 3 تطبيقات أساسية. غفران ماكو. علي محمد، علي محمد ماكو. محمد عبد الكريم، سمعنا صوتك علي محمد. هو سامك؟ والله بالشغل، من حقك، أبسط حقوقك علي. علي، جاوبنا شنو تطبيقات الدايثيرمي؟ 3 تطبيقات أساسية بالدايثيرمي، 3 استخدامات بالدايثيرمي. جاوب استاذ ما جاوب، تقدر تجاوب أنت؟ استاذ اول شيء بالاورام السرطانيه، نعم، والتئام الجروح المفاصل، نعم، والمشرط الجراحي. شكرا جزيلا لك. بلس وان، ولو ما ذكرت يعني بالشكل اللي الريده، بس جاوبت بشكل صحيح. شنو اسمك؟ مصطفى قاسم استاذ. بعد تحفيز العضلات، تحفيز العضلات يعني مو من ضمن هذا الموضوع. مصطفى قاسم محمد، هذا بلس وان. الدايثيرمي لها 3 استخدامات، 3 ابلكيشنات. الابلكيشن الاول بالحراره القليله هي العلاج الطبيعي، فيزيكال ثيرابي. الابلكيشن الثاني بالحراره العاليه، قتل الخلايا السرطانيه. الابلكيشن الثالث بتركيز التيار، هو الالكتروسيرجيكال يونت، اللي هو
كمشرط جراحي. اما الاجهزه اللي ذكرتوها شورت ويف مايكرويف، هاي اجهزه من اجهزه الدايثيرمي وليس تطبيق. اكو فرق بين الكلمتين، بين اجهزه وبين تطبيق. من اقول لك عدد لي اجهزه الدايثيرمي، تعدد لي الشورت ويف المايكرويف الالترا ساوند الى اخره، بس من اقول لك عدد لي تطبيقات الدايثيرمي، تعدد لنا ذكرناها قبل شوي. رجاء حاولوا تفرقون بالمصطلحات لانه هذا في الشيء كلش مهم. نرجع، ذكرنا تطبيقات الدايثيرمي، ذكرنا اجهزه الدايثيرمي، الواكس باث، الاي ار لايت وغيرها، هاي مو من اجهزه الدايثيرمي. قلنا هذه حرارتها سطحيه، الواكس ده يتخلى على سطح الجلد، ما دي نخلي واكس على عظم احنا. فالواكس باث هو يعني حرارته سطحيه، مو من اجهزه الدايثيرمي. ذكرنا انواع الاجهزه تطبيقاتها، هسه نتذكر شلون مبدا عملها. من يتذكر مبدا عمل اجهزه الدايثيرمي؟ سهلها عليكم، عوف الالترا ساوند، الشورت ويف والمايكرويف، شنو كان مبدا عملهن؟ دكتور، تحويل الكهرباء الى حراره، يعني تحويل الكهرباء الى حراره، هاي ابسط جواب. كهرباء بعد دكتور، تحويل الكهرباء الى حراره عن طريق تحويل التيار الى موجات كهرومغناطيسيه، بالتالي تضرب على الماده المعينه وتسخن الماء بداخلها. جيد، بعد اكو جواب شوية دقيق اكثر. مية واربعة وستين، شنو اسمك؟ مرتضى قاطع هاني. مرتضى قاطع هاني، نعم دكتور. جيد، شكرا مرتضى. الدايثيرمي، أجهزة الدايثيرمي فكرتها كانت استعمال موجات كهرومغناطيسية بتردد عالي. أهم شيء نقول بتردد عالي، بدون ما تذكر لي بتردد عالي اعتبر إجابتك صفر، لأنه التيار بالترددات الواطئة تيار قاتل، بالترددات العالية تيار يولد حرارة. من البداية ذكرنا أنه الهندسة تعتمد على التعاريف، والتعاريف مهمة حتى نحدد الجهاز اللي بدنا نتعامل وياه. فالدايثيرمي فكرتها هي استعمال تيار متناوب بتردد عالي، هذا التيار يدخل الجسم الإنسان ويولد حرارة داخليا. إذا كان بالشورت ويف فإحنا نسوي الجسم جزء من دائرة رنين ونخلي الأيونات تهتز وتولد حرارة. بالمايكرويف انبث المايكرويف عليها، نخلي جزيئات الماء تهتز وتولد حراره. وحاليا عندنا الالكتروسيرجيكال يونت. فمراجعه بسيطه للالكتروسيرجيكال يونت، شلون كان يشتغل؟ شلون كان يسوي قطع؟ استاذ، عن طريق التيار العالي، الترددات العاليه اللي ينتشها الجهاز نفسيته عن التردد طريق. عالي بالتاكيد. اكو احد رفع ايده؟ استاذ، طريق التخثر، استاذ، يعني بالتيارات العاليه يصير تخثر ويقطع لا اوكي، هذه كانت واحده من تطبيقاته. منتظر حسن، انه احنا عندنا الكوغليشن. من يتذكر شلون يشتغل الالكتروسيرجيكال يونت؟ شنو مبدا عمل الالكتروسيرجيكال يونت؟ من خلال مرور التيار اي يحسب الحراره، ويحسب هو قصب الحراره، قطع بالحراره. قطع بالحراره، مضبوط. من اللي حكى؟ منتظر. منتظر، اشكرك منتظر، بس دا انتظر فت كلمه تعبر بشكل دقيق عن جهاز الالكتروسيرجيكال يونت. استاذ، هو انتقال الالكترونات من القطب الفعال الى القطب الغير فعال، اي كمل. بحيث تكون الدائره مغلقه، بعد تنغلق، وتكون الترددات التيار يعني متقطع مو مستمر. متقطع، هاي طبعا في حالة الكواغوليشن، ومستمر في حالة الإلكترونات تكون بنفس الاتجاه، يعني تدفقها نفس الاتجاه. بعد دكتور، هو مو مبدأ عمل انه يروح للخلايا والانسجه ويقوم بتفتيتها، او بسبب ارتفاع درجه حراره بيها أكيد يتبخر الماء؟
أكيد أكيد، بس أكو نقطة جدا مهمة أنه لا هي تحول الهرتز يعني 50 هرتز هاي تحولها ترددات أكبر. بالتأكيد حتى نولد التيار بتردد عالي إحنا نحول نولد طبعا هي موجة عالية التردد. الفكرة الأساسية بالإلكترو سيرجيكال يونت هو الجهاز يولد لنا تيار بتردد عالي وبتركيز عالي. ركزنا على الكرنت دنسيتي، تركيز التيار، وكو اصلا يعني مقطع كامل بالملزمه على كثافه التيار او تركيز التيار، الكرنت دنسيتي. شرحنا عنها انه هو هذا المبدا الاساسي بالالكترو سيرجيكال يونت. الدايفيرمي هم يولد تردد عالي بس ما يقطع. يعني عفوا الشورت ويف والمايكرويف هم يولدن ترددات عاليه، هم يولدن حراره بس ما يقطعن. ليش؟ كثافه التيار بهم قليله، طاقتهن اعلى بس كثافه التيار اقل. الفكره الاساسيه بالالكترو سيرجيكال يونت هي كثافه التيار. احنا دا نركز كثافه التيار على نقطه محدده، هاي النقطه راح تخلينا الخلايا تسخن بشكل كافي لتوخرها او تفحمها، وتفتح لنا فيزيكالي يعني شق فيزيائي بنص النسيج. فكثافة التيار كانت الشغلة الأساسية. بعدها شرحنا انه احنا عندنا فد شيء اسمه المونوبولر والبايبولر، هي مودين من مودات الجهاز. ذكرنا انه المونوبولر التيار يمر من الجهاز للوايرات للالكترود مال اللي بيد الطبيب، الاكتيف الكترود، ومن ثم ينتشر التيار داخل الجسم يرجع الى الجهاز عن طريق الديسبيرسيف الكترود. ذكرنا بعدها الباي بولار، انه هو فد شيء مثل الملقط او المقص، التيار ينتقل من طرف المقص الى الطرف الاخر عبر المرور بنسيج اصغر مساحه من النسيج السابق بالمونوبولر، مضار اقل لانه يقلل لنا انتشار التيار بداخل الجسم. شرحنا الديسبيرسيف الكترود اللي هو قلنا انه الالكترود بمساحه اكبر يشتت لنا التيار ويرجعه الى الجهاز، والكارنت دنسيتي. وبعدها شرحنا الالكترو سيرجيكال ويف فورم. الطلاب هسه ذكروها بس نحاول نسال بعد، شنو كان شكل موجه القطع؟ دكتور موجة مستمرة. موجة مستمرة. طيب وموجة التخثر؟ متقطعة، تكون موجة خفيفة إنه بعدين توقف، إنه بعدين موجة خفيفة إنه بعدين توقف. موجة متقطعة. شنو كان ليش بدنا نستخدم موجة متقطعة بالتخثر؟ دكتور حتى ما ينقطع النسيج، يعني ما تتوخر النسيج. بالتأكيد حتى ما يتبخر، بس ايش دي يصير عندنا من نستخدم موجة متقطعة؟ نسألكم طالب من الأخير. أقل يعني مو مركز زايد. شكرا. 011 رقم 11. رقم 117. 118. 117 118 داعش ماينس 1. نرجع. موجة الكواجوليشن هي موجة دامت أو موجة الأون بها أقل من الأوف، فتكون موجة متقطعة. فكرة الموجة المتقطعة أن احنا نسخن المنطقة إلى درجة معينة ومن ثم نتركها تبرد، ونرد نسخنها ونتركها تبرد. هذا التأثير راح يعطينا حرارة أقل من الحرارة بالموجة المستمرة. هاي الجملة اللي كانت رايدها. هسه نيجي اليوم نشرح عن عيد الجملة رايتته من صوت كان يقطع. الفكرة باستخدام الموجة المتقطعة بدلا من الموجة المستمرة، انه الموجة المتقطعة
فترة اشتغال الجهاز بها أقل من يعني هي الديوتي سايكل، الأون بالديوتي سايكل أقل من الأوف، فهذا ايش راح يخلينا؟ راح يخلينا الموجة تسخن المنطقة اللي نريدها إلى درجة معينة، ومن ثم نتركها تبرد أثناء فترة الأوف، ونرد نسخنها ونرد نتركها تبرد. هذا الشيء، هذا التأثير اللي هسه احنا سويناه، راح يعطينا حرارة أقل من الحرارة المتولدة بالموجة المستمرة. دكتور يعني ما راح يسبب قطع؟ لو راح يسبب قطع. لا، هو ما راح يسبب الكواجليشن، هو راح يسبب تخثر. احنا نقدر طبعا نقطع بالكواجليشن اذا تذكرون الفيديو، بس القطع بالكواجليشن راح يسبب لنا تيبس وتخثر بالمنطقة اللي قطعناها. فعادة يعني راح تموت الخلايا قصدك دكتور؟ نعم، نقدر احنا نقطع بالكواجليشن، بس فكرة الكواجليشن هي التخثر قبل اللي يكون هو قطع. اليوم راح نشرح عن الالكترو سيرجيكال يونت سيركتس، راح نشرح عن الدوائر الكهربائية مال الجهاز اللي تولد لنا هذا التردد والتيار بالتردد العالي. راح نشرح اول شيء عن فشيء اسمه سبارك جاب سيركتس. السبارك جاب سيركتس هي اول طريقة من طرق توليد التيار بالتردد العالي. اول ما اكتشفوا فكرة التردد العالي، التيار بالتردد العالي، هي بالسبارك جاب. كانوا دا يشتغلون بالسبارك جاب، اكتشفوا انه على بعد مسافة معينة دا يصير تأثير. يعني عندنا جهاز السبارك جاب هنا، وعندنا جهاز ثاني هنا ما له علاقة، راديو او اي جهاز ثاني. اكتشفوا انه من دا يشغلون السبارك جاب، الجهاز الثاني دا يتأثر بنفس تردد السبارك جاب. فاكتشفوا انه الاشاره دا تنتقل لاسلكيا، ومن عندها بدا اول استخدام لنقل الاشارات لاسلكيا، ومن عندها بدات محاولات لنقل الكهرباء، التيار الكهربائي لاسلكيا. اول محاوله كانت للعالم تسلا، راد ينقل التيار لاسلكيا بدون اسلاك عبر برج طويل اللي هو مثل السبارجاب، يعمل عمل السبارجاب. السبارجاب كل فكرتها انه احنا نخلي موصلين، يعني وايرين كهرباء قريبات من بعضهم، بس بيناتهم فراغ هوائي. الهواء قلنا هو عازل حراري، بس هو بنفس الوقت هم عازل كهربائي، ما يوصل كهرباء. فنخلي الوايرين قريبات من بعضهم، بيناتهم فراغ هوائي، ونسلط فرق جهد كلش عالي، فولتية كلش عالية على طرفي ذن الوايرين. هاي الفولتية العالية راح تأين الهواء. الهواء يصير ايونايز. الهواء من يصير مؤين يصير موصل للكهرباء. من يتأين الهواء راح يوصل الكهرباء من الطرف الأول للطرف الثاني عبر قوس كهربائي. انتقال عبر القوس الكهربائي. القوس الكهربائي هذا اللي سويناه هسه، إذا ندمجه مع محاث ومتسعة، راح نسوي دائرة رنين، راح نخلي القوس هذا الكهربائي يتذبذب بالتردد اللي احنا مصممين دائرة الرنين عليه. أنا أعرف يجوز هسه المصطلحات شوية مو سهلة عليكم، لأنه حسب ما افتهمت من جروب أي أنه أنتم بعدكم ما ماشيين بالإلكترونيك، ما واصلين مراحل الاوسيليشن، او ما واصلين امبليفاير، ما واصلين هاي الغراض، مو تمام لو لا ماخذين اوسيليتر وال ماخذين اي شيء من هذا الحكي؟ نعم، ما ماخذين اي شيء من هذا الحكي. اي، فهاي الملزم هاي شويه راح نواجه فيها مشاكل بشرح ذن المصطلحات، لان احنا دا نشرح تصميم، بينما انتو المواد الأساسية بالتصميم ما فاهمين عملها، لأن بعدكم طبعا ما ماخذيها يعني.
السلام عليكم، آسف. دكتور صوت ماكو. صوت ماكو دكتور. السلام عليكم، آسف. عليكم السلام. انقطع الاتصال. فخلينا نشغل المحاضرة مرة ثانية، ثواني نشير لكم المحاضرة. التسجيل بعده شغال. كنا نشرح عن السبار جاب، فقلنا خلينا نشوفكم شكل السبار جاب او ما هو السبار جاب. السبار جاب اول استخدام له استخدموه بالتليغراف. من يعرف التليغراف؟ ما قبل مو التليغرام، لا التليغراف. تلسكوب؟ لا مو التلسكوب، التليغراف. وسيله مال اتصالات قبل كانت وسيله مال اتصالات جدا قديمه. كانت تعتمد نعم شفره موريس. هي شوف، هي شفره مورس تختلف عن التليغراف، بس شفره مورس تستخدم بالتليغراف لان التلغراف غير قادر على نقل بيانات كبيرة، ما يقدر ينقل الكلام العادي، فهو ينقل نقرات بسيطة، فاستخدموا شفرة مورس حتى ينقلون الكلام اللي هم يريدوه. شفرة مورس هي طريقة لتشفير الأحرف والكلام إلى نقاط ومسافات. فخلينا نشوف هذا سبارجاب. هذا السبارجاب بأبسط حالاته موصلين للكهرباء بيناتهم فراغ، نطبق عليها فرق جهد عالي، راح يمر التيار مننا لهنا عن طريق قوس كهربائي. هذا مثلا شكل القوس الكهربائي اثناء اشتغال السبارجاب. فالسبارجاب استعملوها اول شيء بالتليغراف، بعدين استعملوها بالدايثيرمي، استعملوها بهواي شغلات. مثل ما تشوفون هسه هذا قوس كهربائي دا يذبذب من هذا الطرف الى هذا الطرف. دي يستخدموها حاليا ولحد الان تستخدم ببلكات السياره. من يعرف بلك السياره؟ بلي دكتور. نعم السيارة. هذا البلك اللي يعطي جتحه حتى يحرق لنا الوقود اللي بداخل المحرك. هذا سبارك جاب. ليش؟ موصلين بيناتهم فراغ ونسلط فولتيه عاليه تجي من المجول اللي هو حاليا بالسيارات المجول او فد شيء يولد فرق جهد عالي، او الكويلات حاليا كويل اوفر هيد الموجودات حديثا بالسيارات الحديثه. هنا الفولتيه العاليه راح تطبق على طرفي ذن الموصلات، راح تنتقل شحنه كهربائيه من هذا الطرف الى هذا الطرف جتحه، نستفاد من عندها بحرق البنزين، بس احنا بنفس الوقت دنولد تيار بتردد عالي. هي نبضة تظل هيك تذبذب تروح وتجي، هذا تردد. التردد هذا ينتقل لاسلكيا. فخلينا نرجع على سبارك جاب. هسه شفنا شكل السبارك جاب، شفنا شلون ده ينتقل بينات الارك. خلينا نشوف السيركت مالته. هذا سبارك جاب ترانسميتر. هنا نشعدنا السبارك جاب ترانسميتر. هنا عندنا دائره كهربائيه مصدر طاقه سويتش اون اوف متسعه ومحث كويل ثاني، طبعا هذا ويندد كويل يعني واحد ببطن الاخ، محوله هاي فولتج راح تحول لنا الفولتيه
من فولتية بسيطة إلى فولتية جدا عالية آلاف الكيلو فولتات. هنا أنا متسعات اثنين، وهنا أنا السبارك جاب. هاي السبارك هنا أنا راح يصير الذبذبة مال التيار. هذا هو ريسيفر مستقبل على مسافة معينة دي يستقبل هاي الذبذبات اللي دا تصير. طبعا هي ذبذبات كهرومغناطيسية. هذا المستقبل دا يستلم هاي الموجات الكهرومغناطيسية اللي دا تصدر من هذا السبارقاب. بنفس الفكرة احنا عندنا دا نولد، معناتها انه احنا دا نولد تيار بتردد عالي ودا نطبقه على جسم الانسان، راح نولد حرارة بداخل جسم الانسان. نفس الفكرة، بس هي هاي طريقة قديمة من طرق توليد التيار. الملزمة بعدها لحد ما محملة. هذا طبعا دايثيرمي دي اي واي سبارك جاب دايثيرمي. نبحث عن سبارك جاب دايثيرمي نلقى صور الالكتروسيرجيكال يونت وياه. ليش؟ لأن واحدة من استخدامات السبارك جاب دايثيرمي الأساسية كانت بالقطع والتخثير. هذا سبارك دايثيرمي ماشين، جهاز كلش قديم ايضا لتوليد تاثيرات الدايثيرمي. هنا دايثيرمي دي يشتغل مع سبارك جاب ذني دي يولدن النبضات مال التردد العالي. هنا عندنا التليغراف اللي هو قلنا بشفرة مورس، هنا دي يولدون نبضات التليغراف. هنا اندكشن كويل وبطاريات يعني محث. هنا عندنا السبارقاب، هنا هذه طبعا متسعة بس قديمة، ومحث ثاني، وهنا يصير عندنا انتنة يبثلنا التردد العالي. خلينا نرجع على الملزمة. جيد. سبارك جاب سيركت. The first electrosurgical instrument used the spark gap techniques. يقول لك أول استخدام، أول جهاز من أجهزة electrosurgical instrument استعملت السبارك جاب. الفقر أربعة الجو راح يشوفنا البرنسبل مال وورك، مبدأ العمل. الدائرة هاي تتكون من هاي فولتج ترانسفورمر محولة بجهد عالي، محولة بجهد عالي، وسبارك يعني السبارك جاب، وسي 1 ال 1 محث متسعة. هاي مكونات الترانسفورمر. المحولة راح تزيد لنا الفولتية من 220 اللي هي الفولتية العادية إلى 3000 أو 4000 فولت. هاي الفولتية هي القادرة على تأيين الهواء ما بين السبارك، ما بين الجاب السبارك جاب، وتولد لنا القوس الكهربائي. فيقول لك هاي الفولتية قابلة able to ionize the air in the air gap، قابلة على تأيين الهواء بالفتحة الهوائية between the two points of tungsten. يعني المادة يعني اللي نصنع من عندها السبارك جاب هي من التنجستن. غالبا التنجستن يتحمل حرارة عالية، يتحمل فرق جهد عالي، فيصنعون من عند المواد اللي مثل الضوء حرارة عالية ولفترة طويلة. When the gap start to spark، لما الـ spark gap تبدي تعطي نبضات أو شرارات. During production of electric arc by alternating pattern، تولد لنا شحنات أو جدحات كهربائية متناوبة بشكل متناوب. It will produce current، راح تنتج لنا تيار بتردد راديوي اللي هو التردد العالي. هذا التيار راح يتذبذب ما بين ال C1L1، وهاي الدائرة مربوطة مع دائرة output L1L2 by induction بواسطة الحث. يعني ما مربوطة بشكل مباشر بوايرات، لا مربوطة حثيا. الـ output energy الطاقة الخارجة راح تروح للبيشنت، نقدر نتحكم بها عن طريق
different level of energy عن طريق ليفلات مختلفة من الطاقة. السويتش S2 مربوط بأكتيف إلكترود، نفس الفكرة، احنا دا نخرج هاي الطاقة الكرنت المتناول التردد عالي راح نخرجه على أكتيف إلكترود حتى نقوم بعملية القطع. Depending on the type and design of the instrument بناء على شكل وتصميم الجهاز، الطاقة الخارجة تتراوح من 25 واط إلى بعض مئات الواطات. أكو كويلات موجودة RF1 RF2 تستخدم لحماية الجهاز من عودة التيار بالتردد العالي. فخلنا نجي نشوفها. هاي هنا أنا الـ AC main الـ 220 فولت. هنا أنا هاي محولة هاي فولتج ترانسفورمر راح تحول لنا 3000 فولت. هاي 3000 فولت قلنا قادر على تعيين الهواء بالسبارك جاب. عندنا هنا أنا RF1 RF2 يعني كويلات حماية تمنع رجوع التيار بالتردد العالي إلى المحولة ويرجع لنا للمين سبلاي. هنا أنا السبارك جاب اللي حتولد لنا الشرارات والتردد. High voltage capacitor، كاباسيتر ومحاث راح يسوون دائرة رنين. هنا أنا هاي دائرة الأوتبوت مربوطة حثياً. طبعاً هي الشكل مال المحاث هذا هو عبارة عن محاث كبير وبداخله محاث أصغر بس بدون تلامس، بدون تلامس. هذا المحث الكبير وهذا المحث الصغير، وتنتقل الطاقة أو ينتقل هذا التردد حثيا إلى دائرة الأوتبوت. دائرة الأوتبوت هنا عندنا switch on off وكاباسيتر ويروح للأكتيف إلكترود. كل خرج من هذا الخرج يعطينا طاقة مختلفة. تعرفون أنتم المحث كل ما تزداد عدد لفاته تتغير خصائصه، فإحنا نأخذ هنا مثلا لفات قليلة، لفات أكثر، بعد أكثر، بعد أكثر، كل واحدة من عندهم تعطينا طاقة مختلفة، طاقة خرج مختلفة. هذا يعني السيركت. In some instrument the capacitor is used in parallel with the secondary coil. يقول لك في بعض الآلات هاي المتسعة تربط على التوازي مع الكويل. These generators are used، هاي المولدات، هذا لأن مولد هذا يولد لنا تيار بتردد عالي، are used in cauterization and coagulation، يستخدم بالقطع والتخثير حتى يوقف لنا النزيف. أغلب هاي الأجهزة بها مودين قطع كواغوليشن. عندنا فوت سويتش سيلكتر، فوت سويتش يعني سويتش يستخدم بالقدم يختار لنا بين القطع والكواغوليشن. نعرف انه موجة القطع هي موجة جيبية مستمرة، موجة التخثير هي موجة متقطعة، وحسب استخدامنا للتقنيات بهذا الجهاز. هاي اول تصميم له. يعني بعدها طبعا بعدها هي رقم 2 وليس يعني هذا الرقم، هذا التحديث الثاني، وهذا اخر شيء اللي هو استخدمنا به السوليد ستيت سيركت. التصميم الثاني هو الكترونيك سيركت فور الكترو سيرجري سوليد ستيت سيركت. مصطلح سوليد ستيت هو مصطلح عام بالالكترونيك، يقصدون به اي دائره كهربائيه تحولت من الانالوج القديمه الى الحديثه وحاليا ما بها اي شيء ميكانيكي، حاليا ما بها اي شيء ميكانيكي، كلها الكترونيك، كلها ترانزستورات، فما صار، فيسموها سوليد ستيت مثل الهارد ديسك مال الحاسبه. الهارد العادي شو يسموه؟ من يعرف؟ HDD هارد ديسك درايف. اي دكتور، سرعته قليله، سرعته قليله، SSD اي سرعه النقل قليله. اي ليش ال HDD من شنو كان متكون؟ دكتور ميكانيكي هي هاي ميكانيكي قرص او يفتر عليه قارئ. طيب الحديث شنو هو؟
الاس اس دي دكتور اللي هو شنو اسمه؟ هو اس اس دي دكتور، اكو انواع، هو اكو هذا الام في، ام في ما ادري ام في ام اي. اي الاس اس دي اسمه سوليد ستيت درايف. فالفكره انا دا اجيب لكم على المصطلح سوليد ستيت، معناتها انه هذا الجهاز يستخدم اجزاء الكترونيه بالكامل بعد ما بميكانيك. فالتحول من الاتش دي دي الهارد ديسك اللي هو كان قرص وقارئه الى السوليد ستيت درايف اللي هو شيبات بها ميموري سموه اس اس دي. فهنا الالكترو سيرجر الجديد اسمه يسموه بالسوليد ستيت سيركت، الدوائر الكهربائيه اللي بعد ما بها اي شيء ميكانيكي كلها الكترونيك. تذكرون شرحت لكم بالدايثيرمي، قلت لكم الأجهزة القديمة بها لمبات واللمبات تتحمل طاقة عالية وإلى آخره، قلت لكم الحديثة بها ترانسسترات حجمها أصغر أقل بس أغلى. إحنا نفس الفكرة بالإلكترو سيرجري بس استخدمنا السوليد ستيت بشكل أسرع. فهنا أنا هاي الدائرة عبارة عن فقط ترانزستورات. The electronic circuits are used now in electrosurgical instruments small in size and weight، صغيرة بالحجم والوزن. الدائرة الكهربائية اللي موجودة بالفيجر 8 هنا أنا راح تبدي مشاكل الملزمة، إنه ماكو شيء اسمه فيجر 8 تمام؟ المشكلة انه ماكو شيء اسمه فيجر 8 والشرح على دائرة كهربائية فيجر 8، فراح نشرحها بصورة عابرة يعني لانه الفيجر ما موجود. زين دكتور مطلوب من ابني امتحان لو لا هالفيجر؟ اطلب الفيجر هو ما موجود. انت منو انت؟ ابو علي الشيباني ما يجيب هذا الفيجر، يعني شلون حتعرفه للفيجر وانت ما شايف؟ لا لا ما مطلوب. الفيجر ده حاول. نعم استاذ احنا ابطال نجيبن عادي. ان شاء الله. بس والله ده ادور على المصدر مال الفيجر لحد الان ما لقيت. اذا لقيته ان شاء الله، اذا لقيته راح اسوي فيديو خاص اشرح به بس الفيجر هذا الجروب اي وجروب بي سوية، او يجوز اسجل الفيديو وانزله. لحد الآن الفقر ما لقيته، عندي تقريباً 3 كتب 4 من كتب الأجهزة الطبية وما لقيته بها. فنرجع أنه الدائرة الكهربائية اللي من مال Solid State متكونة حالياً Amplifier وطبعاً Oscillator. الأوسيليتر يذبذب لنا التيار يولد لنا تردد، وبعدها نسوي amplifying لهذا نطلع تيار بتردد عالي. فخلي نشوفكم الأوسيليتر شلون صاير. دوائر الأوسيليتر الحديثة لها عدة أشكال، أكثرها دقة هي الكريستال الكوارتز. هذا عبارة عن مكون بداخله كريستالة مصنوعة من الكوارتز. شكل الكريستالة وحجمها يخلينا ترددها ثابت من نسلط عليها فولتية. من نسلط عليها فولتية تهتز بتردد معين مصممة به هي مسبقا. هذا التردد راح نستخدمه من الطيل امبليفاير يكبرنا طلع لنا تيار بتردد عالي. معناته احنا ايش قمنا نسوي؟ قمنا نولد التردد ونجيب تيار ندمجهن سوية ونخرج تيار بتردد عالي. هذا شكل من اشكال الاوسيليشن اللي هو كريستاله. الشكل الثاني هو امبليفاير، اعتقد انتم ما ماخذين لحد الان ماخذين الامبليفاير. لا دكتور بعدنا. لا دكتور زين الترانزستورات اخذناها بالالكترونيك. لا ما اخذنا دكتور بعد. بس اخذته ولا ما اخذته دكتور؟ بس الدايد اخذنا. لا بس الدايد دكتور انت بس يعني نمر عليه يعني ما بعدكم بس الدايو. لا استاذ بعد بالدايو.
جيد نجي. فالأوسيليترات أكو من عندهن أمبليفاير، هو طبعا تشيب يعني بيها ترانسترات وهذه تخرج لنا الفولتية بفولتية أعلى مضخم. عندنا ترانسستر ومجموعة مقاومات ومتسعات ويولد لنا أيضا تردد عالي إلى آخره. فأكو هواية أشكال أو دوائر من دوائر الأوسيليتر، أكو هواية شغلات تذبذب لنا تولد لنا تيار بتردد عالي. فالأوسيليتر أبسط شكل إلها هو أي شيء يهتز بحركة يعني متناوبة. مثلا هسه هذا البندول اهتزازه يمين ويسار يولد لنا هاي الموجة مثلا. ليش؟ لأن هي تهتز وترد ترجع لنقطة الصفر وترد تنزل جوا تهتز مرة ثانية وإلى آخره، الحركة الاهتزازية. أي شيء راح يهتز مثل هيج حركة راح يولد لنا تردد، نفس فكرة الكريستالة. الكريستالة بس مجرد دا تتحرك دا تولد تردد، يتحرك يمنى يسرى بسرعة عالية فراح تولد لنا تردد. الملزمة راح لبرزنتيشن. هذه الدائرة اللي ما موجودة بالفيجر 8. The circuit is push-pull parallel circuit. Push-pull parallel circuit هاي دائرة من دوائر الامبليفاير، تتحمل فولتية أعلى باور أعلى. ما شوية بما أنه أنتم ماخذين الامبليفاير صعبة حتكون أنه نشرحها. بس البوش-بول امبليفاير أو البوش-بول parallel circuit تتكون من مجموعة من الترانسسترات مربوطة، الثلاثة من عندها مثلا مجموعة مربوطة توالي، مجموعة الثانية مربوطة توالي، والمجموعتين مربوطات توازي. فهنا أنا يقول لك البوش بول بارالل سيركت عبارة عن صفين من الترانسسترات، ثلاثة من عندها مربوطات سوية وثلاثة الثانية أيضا مربوطات سوية، وكلهن مربوطات ان بارالل ار كونكتد بارالل. بما انه هي ما موجوده هنا انا خلينا نحاول بس نشوف شكلها بالانترنت. بوش بول بارالل سيركت مثلا، خلينا نشوف هاي الصورة. هاي دائرة push pull parallel circuit قديمة متكونة من تيوبات vacuum tube بدلا من الترانسسترات، ذني مربوطات سوية وذني مربوطات سوية بس الاثنينات مربوطات in parallel. هاي دائرة amplifier طبعا نفس الفكرة هنا. بس المشكلة الدائرة ما موجودة. هنا أنا يقول لك الراديو فريكونسي اللي راح ننتجها من الأوسيليتر كما as shown in figure 9. نجي هنا أنا مشكلة ثانية إنه الفيجر 9 ما موجود. لما الترانسستر in forward deviation state، الforward deviation state هي حالة من حالات تشغيل الترانسستر تكون بيها الـ VC أكبر من الـ VB والـ VB أكبر من الـ VE. هاي الدائرة this circuit will be oscillate with radio frequency. هاي الدائرة راح تولد لنا راح تذبذب بتردد عالي بناء على قيمة الـ circuit اللي احنا مصمميها. الـ circuit الثاني الـ transistor الثاني الـ Q2 راح يعمل كسويتش يتحكم لنا بالـ Q1. الترانسستر أبسط استخدام إليه أو أبسط شكل من أشكال استخدامه
هو استخدامك سويتش، استخدامك سويتش. فكرة الترانسستر شنو؟ انه هو اعتبروه اون اوف سويتش بس نتحكم بيها الكترونيا. شلون يعني؟ اساعدنا هذا الترانسستر. عندنا تيار دا يمر منا، نريده يوصل لهنا، معناته انه احنا رابطين هنا تيار ونريده يخرج منا. هاي افتراض يعني. الفكرة انه التيار ما راح يمر اذا ما نطبق فولتية هنا على البيس، كولكتر اميتر وبيس. فهاي ابسط استخدام له. راح نجي نطبق نبضة كهربائية هنا، هاي النبضة راح تخلينا التيار يمشي يعبر ويخرج من هنا. لو فرضا هاي النبضة شغلناها وطفيناها، ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا التيار متذبذب ما بين اون و اوف. فنقدر نستعمل الترانسستر كسويتش، وطبعا الاستخدامات يعني بشكل ما حد يتخيلها، الاستخدامات كل شوي، بس هذا ابسط استخدام انه احنا نستخدمه كسويتش اون اوف. بالحاله العاديه هو اوف، من نطبق فولتيه على البيس يصير اون، فيمر التيار من هاي الجهه لهاي الجهه وهكذا. فهنا نرجع للملزمه، يقول لك الـ Q2 مستخدمين سويتش نتحكم بالـ Q1. لما الـ Q2 ايضا يعمل بالفورورد ديفيجن، الحاله من حالات الترانزستور اللي قلنا عليها، راح يخلينا الـ Q2 يعمل continue working and the output signal is continuous sinusoidal signal. اذا اشتغل الـ Q1 راح يفعل لنا الـ Q2، راح يمرر لنا موجه مستمره. بس اثناء التخثر ايش راح نسوي؟ راح نخلي الQ1 يطفي لنا ويشغل لنا الQ2 بسرعه حتى نولد موجه متقطعه، مثل ما شفنا شلون نستعمله كسويتش بالصوره اللي قبلها. هذا الاستخدام راح يولد لنا موجه متقطعه. طبعا اكو استخدامات هوايه او طرق هوايه لتوليد هاي الموجات، كل وحده حسب الشركه المصنعه. ثالثا الثايروترون. الثايروترون يعني هو شويه مصطلح نسمع به، تحس فد شيء من جماعه الترانسفورمر. الثايروترون هو لمبه، هو فاكيوم تيوب. تذكرون حكينا على الفاكيوم تيوب؟ من يتذكر شنو هو الفاكيوم تيوب؟ ها الكل سويت ميوت لهذه وطلعت من المحاضرة. منو باقي انا بعد معلي الصوت و لا دكتور وياك دكتور وياك دكتور جوعانين. تذكرون حكينا عن الاقوات؟ عن الفاكيوم تيوب. اكو طالب قال مستعملها بالصوتيات بالامبليفاير. موكو منتظر يمكن؟ مرتضى؟ انبوبة هوائية. الفاكيوم تيوب يعني هي صمام مفرغ، هذا الفاكيوم تيوب. فالثايروترون هو نوع من انواع الصمامات المفرغه، بس بداخله غاز، بداخله غاز غاز من نوع معين. احنا قلنا اذا الهواء هي الثايروترون او الفاكيوم تيوب نفس فكره السبارجاب، بس هنا احنا ايش نستخدم؟ بدل ما كنا الهواء يحتاج لفولتيه كلش عاليه حتى نعينه، نقدر مثلا نمليه بغاز من نوع معين يتأين بدرجة فولتية أقل، أو يعطينا إفكت ثاني إلى آخره. فالثايروترون هذا شكله، فاكيوم تيوب هو أيضا يعمل كترانسستر بنفس الفكرة، أنود وكاثود وبوابة، يعني همين التيار من الريد
تيار من نريد يسري منا لهنا نطبق فولتية هنا ثالثرون يعمل بنفس المبدأ. قلنا هي الفاكيوم تيوب كانت تشتغل كترانسسترات قبل أن نولد قبل أن نخترع الترانسسترات. فهنا نرجع الملزمة ثالثرون كواغوليشن كارنت سيركت دائرة تخثير باستخدام الثالثرون. دائرة التخثير اللي هي موجودة بالدائرة سيركت شون أدناه، السيركت ما موجودة طبعا صورتها ما موجودة. الثالثرون يعمل لنا كتريجر سويتش، يعني هم أنا يشتغل كأون أوف سويتش بالنبضات. الثالثرون هو غاز فيلد تيوب، يعني أنبوبة مليانة غاز معين بها أنودو كاثود شفناهن واحد فوق الآخر، بها ممانعة لليفل معين لحد ما نطبق فولتية على الجريد حتى تقل هاي الممانعة ويمر لنا التيار. الغاز اللي بداخله راح يتأين، راح يقلل لنا الممانعة، راح يشتغل الثالثرون كسويتش اون اوف. الدائرة اللي هي ما موجودة the circuit operation as following. نعم اكو واحد رفع ايده و... اي 131 استاذ يعني نفس المستعمله بتوليد الاشعه السينيه؟ لا هي الاشعه السينيه انت صح تقول انودو كاثود. اي شيء هو انودو كاثود هو عباره عن لوحين، واحد يطلع من عنده الكترونات واحد تهبط عليها الكترونات. بالحاله العاديه هسه هذا بالثالثرون احنا ما نستعمله دا نولد اشعه سينيه، احنا بس دا نستعمله كسويتش اون اوف، فراغ عندنا ونطبق كهرباء منا نريدها توصل منا. نفس الفكره نفس الفكره الانود والكاثود بالاشعه السينيه صح نطبق عليهم فرق جهد جدا عالي يخلينا الالكترونات تطلع بسرعه عاليه جدا تصطدم وتولد لنا أشعة سينية. نعم بس هنا احنا ما نولد اي أشعة، نوبات يطلع ضوء بسيط. تمام الأشعة السينية ما بيها تمام استراشت ايدك. الأشعة السينية ما بيها جريد، الأشعة السينية بيها بس انودو كاثود، يعني ما بيها بوابة. الأشعة السينية هدفها هو توليد أشعة مو انتقال التيار، احنا هنا هدفنا انتقال تيار من طرف إلى طرف ثاني بالدائرة. نرجع هنا أنا راح يبدي يشرح على الدائرة الكهربائية اللي ما موجودة، انه الطاقة الفولتية نطبقها على المتسعات وتشحن وإلى آخره. ما راح نقدر نشرح هذا الشيء بدون ما موجودة الدائرة الكهربائية. هنا تيستينج الكترو سيرجري ماشين، اختبار شلون نسوي تيستينج للالكترو سيرجري ماشين. الصراحة هذا هنا الحكي كله يعني مو منطقي. ليش؟ لان احنا حاليا عندنا اجهزه حتى بالصيانه عندنا اجهزه هي تقوم بعمليه التيست. شلون تقوم بعمليه التيست؟ عندنا جهاز الالكترو سيرجيكال يونت اللي هو ده نولد ب جهازنا اللي احنا بنستعمله بالقطع، نريد نختبره نجيب له اي اس اي الكترو سيرجيكال انالايزر، نربط الالكترو سيرجيكال يونت بالالكترو سيرجيكال انالايزر. راح الالكترو سيرجيكال انالايزر راح يحلل الاشاره اللي خرجت من الالكترو سيرجيكال يونت ويقول لنا الجهاز بي مشكله لو ما بي مشكله. شنو ليش بدنا نستعمل الالكترو سيرجيكال انالايزر؟ ليش ما بدنا نستعمل الطرق العاديه بالفحص؟ لانه الالكترو سيرجيكال يونت بالاوبن سيركت ممكن ده يشتغل، بس من يطبق على جسم الانسان وعندنا مقاومة بجسم الإنسان أو ممانعة
هنا راح تتغير الصفات مال الموجه الاوتبوت، فما راح نقدر نعرف اذا هو شغال او لا، وما راح نقدر احنا نولد هذا الممانعه الموجوده بجسم الانسان. فخلينا نشوف فيديو بالحقيقه يعني بالعملي شلون يختبرون الالكتروسيرجيكال يونت مو بالملزمه. ويا طلاب الفيديو واضح؟ واضح دكتور، واضح 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 واضح. زين. هذا الفوق جهاز الالكتروسيرجيكال يونت اللي شخبط عليه. هذا جهازنا الالكتروسيرجيكال يونت. هذا الجهاز الثاني الالكتروسيرجيكال انالايزر ESA. الالكتروسيرجيكال يونت هنا أنا نقدر نشوف اون اوف سويتش، باور انديكيتر، LCD indicator تعطينا ايش قد الطاقة الحالية لكل جزء. هذا الجزء مختص بالكاتينج. الجزء الثاني مختص بالكواغوليشن، هذا هنا أنا تخثير هنا قطع. وهذا الثالث مختص بال بايبولر. مكتوب عليه؟ نعم مكتوب عليه هذا قطع تخثير بالانجليزي يعني؟ طبعا طبعا مكتوب طبعا. هذا يتحكم بالبايبولر. تذكرون قلت لكم الأجهزة الحديثة بيها مولد لكل واحد، مولد لكل موجة. الأجهزة السابقة كانت لا، مولد واحد ويغيرون بشكل الموجة. الأجهزة الحديثة لا، بيها مولد لكل موجة. مولد عندنا للقطع، مولد عندنا للتخثير والبايبولر وإلى آخره. هنا نتحكم بالطاقة مال كل شو اسمه مال قطع. هنا طاقة التخثير، هنا طاقة البايبولر إلى آخره. هنا يبين لنا cutting low blend، هنا coagulation low desiccation إلى آخره. هذا مخرج الpatient return electrode، هذا مخرج المونوبولر، هذا مخرج البايبولر، وهذا مدى اقدر اشوفه شنو القصد. هذا هو الجهاز، ما اكو الى عده اشكال بس تقريبا هذا شكل العامله. هنا ايش راح نسوي؟ راح نجي نربط بالاي اس اي، نربط مثلا المونوبولر على المونوبولر، نربط القطب الثاني هنا، نربط البايبولر هنا مثلا كمثال. هو طبعا مدى اقدر اشوفه انا هنا ايش يصير. هنا انا اقدر اشوف هاي مال كاتينج، هاي مال كواغوليشن الى اخره. نربط الريتيرن الكترود ونشغل الجهاز، راح يختبر لنا الالكتروسيرجيكال يونت ونشوف how to set up a ESU electrosurgical unit to ESU a electrosurgical analyzer. ESA electrosurgical analyzer هذا من شركة فلوك اللي هي اشهر شركة لأجهزة الاختبارات. فلوك عندها فرع كامل اسمه فلوك بايوميديكال. هذا الفرع مختص بس يصنع أجهزة مال تختبر الأجهزة الطبية. طبعا يعني هي أمريكية، شركة أمريكية من الشركات الكبرى بمجال الأجهزة الاختبار. The hardest part of testing in ES هنا أنا راح أشوفكم شلون. Port designated for cut. هذا cut. And then to the port designated for coag on the monopolar. Coagulation to the monopolar. There's one more connection I need to make as far as these cords go, and I'm going to connect the common to the variable high. نعم. ماكو واحد يشرح عربي؟ طبعا لا. يعني ليش دا اركز على موضوع اللغه الانجليزيه؟ يعني المصادر العربيه باختصاصنا او بالهندسه بصوره عامه كلش قليله. اوكي. Monopolar, هذا المونوبولر، هذا الديسبيرسيف الكترود. On the back of my ES
بالباك شاد الفوت سويتش طبعا هسه راح يبدي يشغل الجهاز. هنا راح نشوف فلوك بايوميديكال اسم الشركه الكترو سيرجيكال انالايزر منيو 1 جنريشن اوتبوت ليكج فيزل سيلينج الى اخره. ذني اختبارات هنا راح يطبق ديريد الجنريتر اوتبوت ايش قد الاوتبوت مال الجنريتر. راح يحط حمل 200 اوم وتاخير واحد ثانيه. الحمل قلنا هو حتى يحاكي او سيميليت المقاومه الممانعه مال جسم الانسان. راح يحط مثلا 100 واط بالاي اس يو ويشوف ايش قد توصله بالاي اس اي, واكو ليميتات معينه بكل جهاز حسب الداتا شيت يقول لك انه هذا الجهاز اذا دا تعطي 100 ودا يخرج 50 معناته عندك فلان مشكله, اذا دا تعطي 100 ودا يخرج 120 معناته عندك فلان مشكله الى اخره, اذا دا تعطي 100 ودا يطلع لك 80 90 معناته انت ضمن السيف سايد. هاي كل وحده تتبع الجهاز نفسه. When the generator output test shows up, you have a couple different options in delay. هنا used and they recommend some other options. بس راح اشوفكم شلون يشغل. We're going to need to do is hit start single. We are set for cut. Start this. Before I start, know that my ESU is actually set to 100 on the cut. حاليا يقول لك الESU مسيت على 100 و cut و monopolar. So let's see what wattage we get with 200 ohms. 86. اجت 86.2 واط, هو دا يعطي 100 بس اجا 86.2 واط. ليش؟ لان عندنا حمل, حمل دا يستهلك. ف مثلا خلينا نقول هذا ضمن الرينج ما عنده مشكله بيه. هاي هي طريقه التستنج الحاليه بالالكترو سيرجيكال يونت. الطرق المذكوره بالمنظمه طرق يعني بدائيه او طرق ما موجوده حاليا. اكو طرق ثانيه يختبرون شكل الموجه الخارجه اوسيلوسكوب ويشيكون شكل الموجه الخارجه. بس الطريقه الامثل لاختبار الاي اس يو هي الاي اس اي. لحد هنا انا اعتقد راح اتوقف ويا هاي المنظمه المزعجه. وراها عندنا فولتج ديفايدر سيركت يشرح على فولتج ديفايدر سيركت. هاي ان شاء الله راح تاخذوها بالكهرباء فماكو داعي نشرحها هنا. فولتج ديفايدر سيركت, الفولتج ديفايدر سيركت هي فشي يستعملوه حتى جماعه الفحوصات الكهربائيه يقللون الفولتيه على جهاز ده نختبره احنا او نستعملها بداخل الدوائر الكهربائيه لتنصيف الفولتيه او نخليها ربع الفولتيه او ثلث الفولتيه للاوتبوت. لها عدة استخدامات راح تاخذوها ان شاء الله بالكهرباء او بالالكترونيك ما اتذكر. لهنا انا اعتقد بعد ما عدنا شيء. فاذا عندكم سؤال او استفسار قبل أن ننهي تسجيل المحاضرة. دكتور استمارة الحضور. استمارة الحضور الإلكترونية تسجلت. أكو نقطة مهمة شرحت لكم عن الفرق بين الكتري وبين الـ ESU. أكو جروب مدى أتذكر شرحت له أو لا, تذكرون هيد شيء؟ شرحت لنا يمكن. زين اذا شرحت لكم شنو كان الكوتري هيك اي واحد يتذكر شنو كان الكوتري وشنو الاي اس يو. قلت الكوتري يختلف عن هذا اي جهاز صحيح بعد مو بالطب البديل يعني يعني مو بالطب البديل بس هو يستخدم استخدامات ابسط من يستخدمه نعم. بالعيادات عندنا احنا هو المفروض عند المستشفى بس احنا بالعيادات يستخدمه. الكوتري انه هو مثل الكاوي يستخدم الحراره تشوفوا الكهرباء يعني مباشرة تجي ويتشوي أو مثل الكاوية يسخن التب مالته ويسوي لنا عملية قطع. هاي يعني هيك بالضبط هذا يسخن التب
ويشوي أو يقص طبعاً بس القطع مالته بالحرارة. بينما الإلكتروسيرجيكال يونت إحنا عندنا بالتيار ذا التردد العالي. بالتيار ذا التردد العالي هذا الفرق بين الكتري وبين الإلكتروسيرجيكال يونت. طبعاً هذا كتري يعني الكتروسكن. شنو استخدامات الدكتور ما تقطع؟ لا شايف يقول لك مثلا الفالول ال شو اسمه البسامير اللي تطلع بجسم بالرجل الحمايه زايده الحمايه زايده بالضبط. شايفين اكو ناس تطلع عندهم يسموها لحمه زايده بالكتف بالظهر الى اخره. هي هاي يستخدمون بها الكتري بس يقطعون المنطقه المصابه هاي بس مو استخدامات جراحيه جراحيه مثل ما نستخدمها بالالكتروسيرجن. تمام استاذ بس لحد وين هسه توقفنا بهاي الزمن لحد ياسفان؟ توقفنا لحد التيستينج. الباقي ما داخل يعني ورا؟ ايه الباقي مش ما عاجبني. انتوا عاجبكم؟ لا وياك احنا استاذ. لا عاجبك ما عاجبنا ان شاء الله كلها ما تعجبك استاذ. لا 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 تقلق ان شاء الله اذا القي الجراف او الفيجر اسوي لكم فيديو اشرح لكم عليه ويدخل. حاليا بما انه الفيجر ما موجود فهو ما داخل ان شاء الله ما تلقى دكتور. لا لا استاذ ما اتفقنا هيك. راح ننهي تسجيل المحاضرة طلاب.